أتريد أن يكون لك بيت في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. غدا بإذن الله عز وجل سنبني مساجد باسم متبرعي حملة سباق الخير في مناطق الحاجة في العالم التي يعاني المسلمون فيها من قلة الأماكن المهيئة للصلاة. نستهدف غدا بإذن الله تعالى بناء مساجد لله تعالى في مناطق الحاجة في الصومال وتنزانيا وكوسوفا وأندونيسيا وغيرها، بقاع تشهد لكم بإذن الله عز وجل. كونوا معنا غدا في حملة سباق الخير.